معنا الآن على الهاتف الأخ قصي جراد، مسؤول جروب يوسبوك لخدمات الجامعية التطوعية. تحياتي لك أخي قصي. قصي؟ اي نعم. حياك الله، كيف حالك يا قصي؟ والله الحمد لله، الله يحفظك يا رب. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. يعني سمعت ربما سؤال المستمع الكريم وقال انه بده يدرس يعني بكالوريا حرة هنا في اسطنبول، فنحن نتكلم عن دراسة ثانوية تركية ربما بنظام التعليم المفتوح، حبذا لو تضعنا في هذه الصورة وكيف نحن ممكن فعلا ننصح الأخ. هلا بالنسبة للطالب حسب هو مو مخلص، لكن أنا أحب أول شيء أشرح أنه ما هو التعليم المفتوح الثانوي. تفضل. تمام؟ جميل. هو ثانوية التعليم المفتوح أتشكور التمليسة، هو نظام للدراسة عن بعد في تركيا، تم اعتماده في العام 1992 من قبل وزارة التربية التركية. حلو. ويرمز له AOL. يقوم النظام على تدريس الطلاب عن بعد، وذلك من خلال محطات التلفزة والراديو التابعة لوزارة التربية، كما أنه يوجد كتب منهاج متكامل للنظام. حلو. أقرت وزارة التربية التركية هذا النظام للطلاب السوريين الراسبين في امتحان المعياري، وبذلك لن يتمكن الطلاب الراسبين من إعادة تقديم المعياري، وأصبح الآن بإمكان الطلاب الراسبين بالمعياري التقديم. شو المعياري أستاذي حتى الناس تعرف شو هذا المعياري اللي عم تحكي عنه؟ المعياري قبل 3 سنوات بال 2017 كانت آخر دورة، كان في دورات قبل مدارس سورية تفتح فيتم امتحان بكالوريا. المعياري كان هو قريب من المنهاج البكالوريا السورية. طيب. يعني في تقارب بنسبة 70 أو 80%. حلو، جميل جميل جدا. طيب. فهذا المعياري التغى، آخر دورة كانت 2017. حلو. على ما أذكر تم إلغاؤه بشكل كامل. طيب. كانت الجامعات التركية تقبل به. أيوة. تمام. ويمنح الطالب شهادة لكن تم إلغاؤه. طيب. بهذا الوقت أصبح امتحان الأتشكوريتم. تمام؟ تمام. هو أنا أكفي لك. فالطلاب السوريين الراسبين بالمعيار التقديم لهذا الامتحان، وأيضا للطلاب البكالوريا الذين يدرسون في المدارس المؤقتة فقط التسجيل على الامتحان والدخول لمرة واحدة فقط على للحصول على شهادة البكالوريا. في السنة الماضية كان في طلاب المدارس المؤقتة. طبعا هاي السنة قالوا انه اخر سنة، يعني 2019-2020. طيب. 2020-2021 لسه مو واضح شيء. طيب. السنة الماضية قالوا اخر سنة، ممكن كمان يفتحوا هاي السنة. جميل. لكن يشترط عمر محدد، يعني مواليد 2000 ما ينقبل، 2001 ممكن ما ينقبل. تمام؟ تمام. حسب يعني 2002-2003 ممكن ينقبل. جميل. السنة الماضية مواليد 2000 ما قبلوا. طيب جميل. الآن هذا الشخص تمام. يبدو أنه عنده شهادة. أنا بس تفضل. تفضل. أكمل لك الشرح بعدين. ايه؟ أجاوب يعني بس. ايه؟ أشرح. تفضل حبيبي. وأيضا بإمكان أي طالب انقطع عن دراسته ويريد إكمال دراسته عن طريق التعليم المفتوح، يا سلام، يخول هذا الفحص للطالب للمفاضل على الجامعات التركية جميعها مثله مثل أي طالب. حلو. تركي، كما أنه الشهادة مصدقة من قبل وزارة التربية التركية ومعترف عليها عالميا. يا سلام، جميل. سلام. جدا جدا جدا. يقوم الطالب، شو الخطوات اللي بده الطالب يعملها؟ يقوم الطالب باصطحاب أوراقه والذهاب إلى التربية التركية ملي إيتيم مدورية. وين هاي؟ ملي إيتيم مدورية التربية التركية. أي وين منطق، وين مكانها؟ في مكان إقامته. بمكان يعني مو مركزية، هي كل واحد بمكان إقامته. جميل. تمام. في مكان إقامته. طيب. يقوم معي قصي؟ ايه تمام. يقوم باصطحاب أوراقه تمام والذهاب إلى التربية التركية. التربية التركية موجودة بكل مكان، يعني وين الطالب إقامته يذهب على التربية التركية، يسأل وين الملي إيتيم مدورية. يا سلام. بيروت. حلو. في مكان إقامتي، ويذهب إلى قسم التعديل اللي هو يسمى الدينكليك. هاي ورقة التعديل الدينكليك، إنه الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السورية البكالوريا يتم تصديقها من عين تاب، بعدها يأخذها بزرف ويروح على الملي إيتيم مدورية تمام يقدم لهم إياها مشان الحصول على الدينكليك. الدينكليك اللي هو بين قوسين التعديل، اللي هو تصبح شهادتك معترفة ضمن الجامعات التركية. طيب أخي قصي، هون مداخلة بسيطة، إنه بالعادة بيقولوا لك لازم تروح على السلطان أحمد
تمام. هلا السلطان احمد التربيه تبع، خلينا نقول هلا السلطان احمد للطلاب السوريين او للطلاب الاجانب او للطلاب الثانيين، صراحه انا مو باسطنبول حتى اعرف المركز التربيه، لكن الملي ايتيم حسب كل منطقه لها ملي ايتيم، يعني في تربيه تركيه واحده مثلا بالمدينه على سبيل المثال، انا بأورفا اروح انا الملي ايتيم التربيه، في قسم لهم خاص بهذا الشيء وفي قسم خاص للدنكليك. طيب يعني خلينا نحن نقول اخي قصي بانه هو يروح على التربيه اللي عنده ويقول لهم انا بدي اعمل دنكلك، اذا كان بيعملوها كان بها، ما كان بيضطر انه يروح على السلطان احمد. تمام. هو ما يقول لهم انه انا بدي اعمل دنكلك، ما هو بده قلت لنا انه لازم يدخل على الدنكلك حتى مشان ايه. تمام. هو ياخذ اوراق ايه يعطيهم اياها ايه؟ يقول لهم انه انا بدي ادرس، يعني بدي انا اقدم البكالوريا. تمام. لاي صف هو واصل هم يقررونه، فهم يدخلوه بقسم التعديل، هم يدخلوه بقسم التعديل اللي هو الدنكلك، ويقوم بتقديم أوراقه من أجل الحصول على الورقة. جميل جدا. الذي تخوله في الدخول إلى الامتحان. جميل جميل جدا. هذه هي الدنكلك في ورقتين. تمام. ورقة الطلاب اللي ما عنده شهادة بكالوريا. أيوة. هاي الورقة تخول للدخول على الامتحان. حلو. تمام. بينما الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا هاي الورقة اللي التعديل اللي أصبحت شهادته معترف. جميل جدا، وضحت الصورة. طيب الآن راح على التربية وقدم أوراقه مثل ما ذكر. وبعد ذلك يصطحب الأوراق التالية. تمام. الى مديريه الهالك ايتيم، هو خلص شغله من الملي ايتيم التربيه يروح على البالك ايتيم اللي هو معروف بالمركز الثقافي. طيب. باصطحاب اوراق، صوره شخصيه، صوره هويه الحمايه المؤقته حصرا او الاقامه، جواز السفر ما تقبله ابدا. يعني بده شيء يثبت اقامته في تركيا، هيك معنى اخر. تمام. الجلاء المدرسي للمرحله الثانويه الذي حصل عليها من مدرسه او الشهاده او وثيقه التخرج هو الدنكلي. الدنكلك اللي اخذه من هنيك. يا تمام سلام. والاوراق اللي عنده، يعني هو وصل مثلا صف تاسع صف عاشر، طبعا هو وقت يروح على قسم التعديل اول مره هم يعدلوا له ويزبطوا له كل شيء. حلو. تمام. حلو جميل. بعد ورابع شيء وصل تسديد مبلغ وقدره 30 ليره تركيه. طيب. من بنك الزراعه او بنك الوقف لكل دوره امتحانيه ويريد الطالب التسجيل عليها وتسديد الرسوم، هو رسم الامتحان 30 ليره. جميل جدا. حتى بهذا يعني بهاي 30 غير الرسوم انه كمان ينطون كتب اضافيه. تمام تمام تمام. وهيك بيكون صار رسمي بقى، تسجل رسمي. تمام. يقام هذا الفحص سنويا 3 مرات، طبعا هاي السنه بسبب وضع كورونا تم تاجيله الى يعني تواريخ مو متفاوته ببعضها. ايوه تمام. لكن هو كل سنه يصير 3 مرات بالشهر الاول والثالث والسابع. تمام. كل شهر. تمام. يعني الشهر الأول شهر 3 مارس وشهر 7 اللي هو تموز يوليو. تمام جميل. تمام بالضبط. تمام. في حال كان الطالب لا يعرف كلمة السر أو فقدها يمكنه الذهاب إلى المركز الثقافي الهالك إيتين للحصول عليها. تفضل تفضل أستاذ قصي. نعم تفضل تفضل. أي تمام. هو بحكي لك إذا الطالب لا يعرف كلمة السر أو نسيها، لأنه كلمة السر هذا الـ OBSA، يعني انه انت موقعك، يعني انت لك بتحط رقم الكملك وبتحط الشيفره هاي. تمام. جميل. فانت نسيت الشيفره تتابع تستخرج بطاقه الامتحان. حلو. كذا كذا كذا، تروح على المركز الثقافي الهالك ايتيم تقول لهم شيفره انطوا مباشره بيعطوك. جميل جدا. هلا الدروس وعدد الكريدي. تمام. يعني اليوم طالب يسال يقول انه انا رحت. تمام. طيب انا شو مطلوب مني؟ شو علي؟ صحيح. تمام. الدروس وعدد الكريدي الذي يستحقها كل طالب بحسب ما تقدمه عن طريق الشهادة أو عن طريق صدر المعلومات، حسب أنت شو بتقدم. تمام. شو بتقدم يعني كيف بتحضر يعني؟ كيف بتقدم أوراق. أيوة. كيف بتقدم أوراق. أيه؟ يتم أخذها على الدروس. تمام تمام, تمام. يعني على سبيل المثال من الصف التاسع، أنت واصل للصف التاسع. تمام. طبعا مو صف التاسع أنه شون يعني أنه ممكن أنت تكون صف تاسع. تمام تمام. يسوي لك صدر معلومات ممكن يكون أكثر. تمام. اما تكون مثلا انت صف 11 تمام، خلاص انه ما يلزم يسوي لك سبر معلومات. فهمت عليك. جميل. انت تفوت على جميل جدا جميل جدا. حسن الصف التاسع صفر كريدي. تمام. 54 درس. هلا ال 54 درس يعني انه هاي جمعوا له العاشر والحادي عشر والبكالوريا. تمام تمام. تمام. من الصف العاشر 48 كريدي. تمام. يعني 38 درس.
طبعا هلا هو الطلاب تسال مثلا 48 كريدي عدد كثير كبير، لا في مواد مثلهم مثل هي التربيه الاسلاميه، تمام، حياه حضره محمد بيغم برميز، حياه سيدنا محمد عليه السلام، هي اربع كتب تمام. كل ماده اربع كتب اربع مواد، كل ماده تحمل 2.5 كريدي او 2 على ما نعم. نعم. عندك رياضيات الماتماتيك، هذا عدد كبير بيحمل 6 كريدي الرياضيات الواحد، فهو سيد الكريم بده يجمع بالاخير هذا المجموع. تمام، هو هن بيجمعوا لي اياه على حسب شو عنده صدر معلومات. ايوه تماما. تمام، من الحادي عشر تمام 96 كريدي 18 درس. حلو. شوف استاذي اذا تلاحظ نحن كل ما يكون في عندنا جلاء ابعد يعني العاشر او الحادي عشر يقل هاي. تمام. من البكالوريا تمام. من البكالوريا 144 كريدي 8 دروس. ايوه 8 دروس لكن تحوي هي 144 كريدي. فهمت عليك. طيب كبير. الان الراسبين بس اوضح لك. ايوه تفضل. الراسبين في امتحان المعياري 192 كريدي درسين. 192 كريدي درسين. لدرسين. انا قدمت هذول الدرسين. أيوة. يعني تمام. انا باول سنه قدمت هذول الدرسين، فتت قدمت مادتين نجحت فيهم 192 كريدي، حصلت على شهاده اتشكورتم تعليم مفتوح. جميل. لا يفرق بين الطالب الحاصل عليها سواء من مدرسه او الطالب اللي قدمها بنظام التعليم. مثل ما بنقول نحن بكالوريا، فهم هي تسمى بكالوريا حر تمام؟ تمام، لكن فرق نحن بسوريا انه انت تاخذ بكالوريا حر وانت تاخذ بكالوريا بالمدرسه. لا هاي ما فيها فرق هون، كانك انت كنت حاضر بالمدرسه بمعنى اخر. بالضبط. جميل. لانه هم مقدرين وضع العالم يعني انه ممكن الشخص ما يقدر يروح. طيب يدرس، هل عنده شغل كذا. هل في دروس ممكن يحضرها اونلاين او شيء مشان تمام؟ بالضبط، هو انا حكيت لك انه متابعه الدروس عن طريق التلفزه. تمام تمام، طبعا لازم يكون الطالب متمكن من اللغه التركيه. ايوه هذا شرط اساسي. مو شرط، مو قصه شرط اساسي، هم ما يجبرونك عليها، لكن بس انت حتى تستفيد يعني انت بدك تكون متمكن من اللغه التركيه مشان تجتازها. هسه هي كل ماده يجي عليها، كل ماده يجي عليها 20 درس. طيب انت في حال حليت 9 اسئله تعتبر ناجح بالماده. يا سلام. يعني جميل. الماده من 100 جميل. انت علامه النجاح 45. يعني في طلاب، في طلاب انا بعرفهم حاملين شهاده بكالوريا معدلها 45. لا يقول لك 45 راسب، لا اخي مو راسب، النهاية التربية أعطته شهادة، وهي الشهادة طب معترف فيها عالميا، معترف. أيوه هذا اللي بدي أسأله. معترف فيها الآن بمناطق النظام، لكن الجامعات الخاصة حصرا، الجامعات الحكومية ما قبلوها. تمام جدا. طيب اذا يعني هذا الامر اخي قصي هي يعني ربما يحتاج فقط ترتيب للاوراق لا اكثر، والتوجه بعد ذلك والاستمرار والانخراط في هذا النظام، وباذن الله سبحانه وتعالى تجد انه الامور ميسره. لكن كما ذكرت معلومه مهمه انه كل ما كان الطالب لغه التركيه متمكن فيها افضل، كلما استطاع ان يعني يذلل الصعوبات والعوائق التي امامه. تفضل. في ملاحظة أستاذي حلوة ومهمة. تفضل. أنا اليوم الطالب يحكي أنه أنا اليوم دخلت على الامتحان تمام؟ أنا مثلا مطلوب مني 12 درس على سبيل المثال. طيب. طبعا أنا فتت على الامتحان ونجحت ثلاثة على ايه. أول مرة. هل يعتبر أنا راسب؟ لا صديقي. شو أنت يعتبر؟ هون أنت ما خلصت كامل، لكن شو؟ يعني أنت اليوم اللي بالشهر الأول طلع عندك أربع مواد ناجحة. طيب. بالامتحان الثاني اللي بشهر ثلاثة ما نجحت ولا مادة. طيب. طيب بالامتحان اللي بشهر سبعة قدمت أنت نجحت ثمان مواد. حلو. بينجمعوا هذول كلياتهم. ويعتبر أنك أيوه. جميل. هلا الطلاب المعياري اللي قدموا سنة 2017 في صديق إلي قدم مادة واحدة، نجح بمادة واحدة بالامتحان الأول. طيب. تمام. حكوا له إنه أنت لسه ما تخولت للحصول على الشهادة. طيب. طيب. اجى امتحان بعده دوره ثانيه، قدم هي الدوره نجح ماده واحده، جمعوا له الماده هي والماده هي، اصبح مخول للحصول على الشهاده. جميل جدا، يعني فيها كثير من المرونه كما ذكرت اخي قصي. اخي قصي لانه فقط داهمنا الوقت، اشكرك حقيقه شكرا جزيلا على هذه النصائح. انا اتمنى من الاخ السائل ولكل من يهمه هذا الموضوع حقيقه ان يرجع الى هذه المكالمه وهذا الحوار الذي حدث بيننا وبين الاخ قصي جراد مسؤول جروب يوسبوك للخدمات الجامعيه التطوعيه، ويستفيد منها وينشرها ايضا لتعليم
تحقيق الفائدة. الشكر الجزيل لك مرة أخرى أخي قصي. حياك الله. تسلم. يا أهلا ومرحبا.